صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وادنو من القبر الشريف واقره بتحية وانشق تراه ونادي قل يا علي المرتضى قم عاجلا وادرك بقايا لك الأمجاد حيدر الكرار قد نزل القضاء وعلى بنيك فلا تكن متمادي وادي كربلاء يوم عاشوراء توجه النداء لأبيها أمير المؤمنين ريضاك يا الله وخذ مني عتب للبلغري أعلك ما صبوك بالعتب ليكون لا تكون تلده اللي في الكون شبل حسي القلة طعين هذا يهون والعريس جاسم بيش متخصص.
هذا صار ملك الذي بيه ادري يا ابويا الفار ما ينراقلك مني لا والله وبغت تفلي وتحارب له وتخبر بحال سبح القلب راشب له عبد الله الطفل مبطوم بالنبلة قل له وبغت شوش تريد سايلي وصاخت وين الغالية اليوم ينغايا يا رأل خاه نخوة وليت غذر يا رو يصل الأجف والفجور يا يور ما طار يا يور ما طار ما طار وينده يداح باب خبر إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. أوصى لقمان الحكيم ولده قال يا بني إني خدمت كثيرا من الأنبياء وتعلمت من كلامهم وحكمهم الكثير واستخلصت من كلامهم وحكمهم 8 كلمات وأريد أن أعرفك بهذه الكلمات 8 وهي أحسن ما تستفاده في حياتك وتحصل عليه في دنياك. لقمان يلقي هذا الدرس على ولده وهذا الدرس من أين أخذه لقمان؟ أخذه من الأنبياء حيث قال خدمت كثيرا من الأنبياء فالذي مجلسه دائما مع الأنبياء وحديثه مع الأنبياء ولا يفارق الأنبياء لحظة واحدة ومع هذا هو حكيم ومنصوص عليه بالحكمة والهداية والتوفيق وعلى مستوى عالي من الزلفة إلى الله وأنه قريب من ربه كثير فهذا حتما قطعة إيمان وقطعة معرفة ومعروف فلذا لا يفوتنا الاستماع إلى حكمياته وإلى الأخذ بكلامه وإلى الالتفات إلى نصائحه. ينصح ولده قال يا بني أول كلمة من هذه الكلمات 8 أن إذا وقفت على الصلاة حضر قلبك. أول كلام أن إذا وقفت على الصلاة حضر قلبك. الكلام الثاني أن إذا جلست في مجلس احذر لسانك. الكلام الثالث إذا دخلت بيت الغير احفظ عينك. الكلام الرابع أن إذا جلست على مائدة احفظ فمك. هذه 4 وأما 4 الأخرى اذكر 2 وانسى 2 أما اللتان تنساهما إحسانك مع الغير وإساءة الغير معك وأما اللتان تذكرهما الله والموت. كبر هذه صار 8 أول كلام شنو كان يا بني إذا وقفت على الصلاة حضر قلبك. الإنسان المصلي كلامنا الآن مع الشخص اللي يصلي
هذا مستعد يجي يصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. انت يا الشخص اللي مستعد تصلي عليك ان اذا وقفت على الصلاة ان تحضر قلبك للصلاة، مو لما تجي تصلي وتخلص من صلاتك بعد ما تدري كم ركعة صليت ولعله سجد السجدة او سجدتين، وربما انت تقول الله اكبر تكريم الاحرام وما تحس انك السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، كل شيء ما تعرف صليت وشقريت، قلبك متشتت في امر الدنيا، فكرك رايح غير عالم. فينبغي على الانسان المصلي ان اذا وقف بين يدي الله ان يحكم فكره وقلبه في الله وحده، وان لا يذكر شيء من امر الدنيا قطعا. لكن بعض الناس حقيقة لما يجي الى الصلاة يذكر فرد حسبات وقضايا مرة من قبل 20 سنة وبعدها ما نشغل بها ومفعولها متعدي اسود. والانسان اذا كان يأتي الى الصلاة وفكره وقلبه مشغول عن الصلاة تقريبا لا يكتب له ثواب، وانما الثواب والقبول يكتب اليه بالمكان الذي به ينتبه ويتجه الى الله سبحانه وتعالى اتجاه كلي. وبعض الناس مع انه ساهي عن صلاته ما يعرف الصلاة لم يستخف بيها، انفر الصلاة بسرعة تقريبا مو محافظ على الاركان، والصلاة لها اركان اربعة او خمس، الخامسة النية او الاولى هي النية، بس هاي الاربعة اللي عليها الاعتماد. للانسان اذا اجي يصلي صلاة الظهر مثلا هو شنو النية اللي جاي بيها؟ مو شرط الا ان يلفظ لانه جاي يصلي صلاة الظهر، لكن هاي الاربعة المعروفة، اول واحدة تكبيرة الاحرام اول ركن، ثاني ركن الركوع، ثالث ركن القيام المتصل بالركوع، رابع ركن السجود. فاذا تخربط الركوع والسجود وتكبيرة الاحرام تقريبا الصلاة صار باطل. هذا يستخف بصلاته. ذكروا ان رسول الله صلى الله عليه وآله دخل المسجد فرأى رجلا مستخف بصلاته، قال لئن بقي هذا على هذا الحال وهذه صلاته فليس له عند الله شيء، يعني ما له من صلاته شيء، هذا ما يكتب مصلي. وإمامنا الصادق أوصى قال أخبر الناس من أن شفاعتنا لا تنال من كان مستخفا بصلاته. فهذا الإنسان إذا كان يصليها ولكن مستخف بالصلاة باستخفاف، وعلى تفسير أي أنه مستخف بالصلاة بمعنى ما يحترم الصلاة ومستهينها وما يصلي، فلي على الحال شفاعة أهل البيت لا تناله يوم القيامة. الإنسان لازم يضبط صلاته بالضبط. بعض الناس يقطعون الصلاة وأنهم لا يعتنون بالصلاة كأنهم لا يعلمون أن الصلاة هي الرابطة الأولى بين العبد وربه، والصلاة هي أهم واجب. وذكرنا في مجلسنا أمس شيء عن الفروع وقلنا 10. أول الفروع الصلاة، ثم الصيام، الحج، الزكاة، الخمس إلى آخره. لكن بهالفروع أكو واجب وأكو أوجب، واجب لكن أكو أوجب. جاي نشوف الصلاة أوجب من الصيام، بينما الصيام واجب. لكن لو فرضنا إنسان بشهر رمضان مريض أو مسافر، هذا عليه أن يقطع الصيام حتى يعود من سفره أو يعافى من مرضه أو يواصل الصيام شرعا، لازم يقطع الصيام، تمام؟ لكن لو كان مريض أو مسافر هم يقطع الصلاة؟ لا، لازم يهدي الصلاة. الزكاة واجبة، لكن اللي ما عنده زكاة ما واقع عليه النصاب وحق الزكاة الشرعي، هل يهدي زكاة؟ لا، ما عليه زكاة.
لكن لما انه فقير وما عنده شارة وما عليه زكاة، هم صلاة ما عليه لو يؤدي الصلاة، انه صلاة على الفقير والغني وعلى السقيم والصحيح وعلى الرجل والمرأة. الصلاة واجب لازم يؤدي الانسان، والانسان اذا كان ما عنده اهتمام بالصلاة اعتبروه انه ما عنده اهتمام بكل القيم. حقيقة هذه فرد نقطة حساسة موضوع الصلاة. اذا شفت انسان ما يصلي وما مهتم بالصلاة ويهزأ من الصلاة والمصلين، هذا عنونه واكتب عليه علامة استفهام انه انسان لا يحترم القيم قطعا وساحق لكل الفضائل ولكل الكرامات. ولو ان بعض الناس يمرق لهم الشيطان ان يقول لك الموضوع هي بالقلب مو بالصلاة، الواقع ان الانسان يجب ان يكون مصلي وان يكون صاحب قلب طيب. هم اذا كان يصلي وهو ما عنده قلب طيب هو صلاته هيج. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واعلموا يا اخوان ان الصلاة تعز صاحبها وترفع مستواه، وتبعث الصلاة نور في وجه صاحبها وتوفيق ودفع بلاء وخير يأتي من حيث يشعر او لا يشعر. والصلاة رزق، والصلاة هي صلة بالله سبحانه وتعالى، صلة يعني صلة كلية الصلاة. فاذا الانسان كان ما يصلي قلنا كان ما يهتم بكل القيم ولا يعتبر كل القيم. اود ان اذكر لكم هاتين القصتين اللطيفتين في معنى الصلاة والمصلين، ومن ان الانسان المصلي له مكانته العليا من قبل الله ويفرضها الله حتما اذا كان الانسان مصلي صلاة صحيحة. هالشخص اذا كان صلاة منا صلاة صحيحة واقعية دور، اذا كان الصلاة بهيش نوع يعني الله سبحانه وتعالى يرفع لذلك الشخص المصلي صلاة صحيحة واقعية يقصد بها وجه الله وخدمة الاسلام، نعم يرفع مستواه ويوفقه ويفرضه حتما على من رضى او لم يرضى. يعني رغم الحواجز يوفق صاحب الصلاة الصحيحة. يعني هم اكو ناس يصلون كذي شو الحاجة، واحد يجي يصلي لله سبحانه وتعالى ان يصلي كذي، باكو حقيقة اكو بعض الناس يصلون كذي، اكو بعض الناس يصلون طمعا. انا واحد من الناس اقول له اسمعني ما تروح المكان الفلاني، يقول خويا انا ظليت مدة عايف ديني على هالدينارين الثلاثة شو قطعوهن عني، سالت الى متى ظل عايف ديني على هالدينارين الثلاثة. حقيقة اكو بعض الناس يصلون هيش بفلوس بكذا هيش اكو بالكون. يا سبحان الله، قضية اود ان اذكر لكم. قبل كل شيء الانسان ان يعتمد على الايمان. الامام الحسين يسأل اعرابيا قال اي الاعمال افضل، قال الايمان بالله سبحانه وتعالى. الايمان بالله، الامام امير المؤمنين قد يوم على المنبر اخرج قرص من خبز الشعير كسره على ركبته قال هذا قوتي من دنياكم، انا اللي اكله بهالدنيا هذا بس لا اكثر، هذا قوتي من دنياكم. وفي بعض التواريخ يذكرون ان الامام امير المؤمنين له ارض في المدينة، هاي مقسمها الى اربعة، قسم لارحامه، قسم للفقراء، قسم في سبيل الله نفقة، وربع الى، وكان حاصل تلك الارض الشعير، فيأتيه من شعير، هذا المن من السنة الى السنة من العائد الى العائد يقتات به امير المؤمنين سلام الله عليه. ايش يذكرون الامام سلام الله عليه؟ فرد يوم صعد المنبر قال انا هذا قوتي يا جماعة من دنياكم. جماعة الاخرين الذين هم يبغضون عليا ولا يرضون له السمعة الحميدة يجون للناس السوادي وهموهم يقولون شلون تصدقون علي بن ابي طالب قوت حب الشعير، هالدم، العضلات، القوة، الرياضة البدنية،
هالشخصية العالية، هالرجل القوي اللي ياخذ البطل من كلابيبه ويجلد به الارض، يعني هالقوة وهالعضلات وهالدم الصافي لوجه امير المؤمنين، هذا يجي من خبز شعير يابس بالخالق، شو تصدقون؟ لازم على ابن ابي طالب ياكل احسن المأكولات في بيته سرا. بلغ الامام هذا الكلام الى كلام مضمونه، بلغني ان رجالا منكم يقولون اذا كان قوت ابن ابي طالب خبز الشعير كيف يقاتل الاقران وينازل الشجعان، الى ان قال الا تعلمون ان شجرة البرية اصل بعودا وابطأ خمودا، والله لو تظاهرت علي العرب لقاتلتها بشمالي دون يميني. يعني الانسان اللي ياكل ماكولات طيبة ويستعمل فيتامينات وما شابه، لو يجتمعون على فرد 150-20 يقدر انه يدافعهم ويتخلص منه؟ لا ما يقدر لو مهما ياكل. اذا علي ابن ابي طالب مع انه ياكل خبز الشعير الخالي من كل شيء يعني من ادام، حتى انه الامام سلام الله عليه ذكروه في شهر رمضان قدمت له ابنته زينب خبزا وملحا ولبن، قال انقلي اللبن او الملح، لقد سمعت رسول الله يقول ما من رجل طاب مطعمه ومشربه الا وطال وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. انقلي واحد من هذا يلا اكل، نقلت اللبن وبقي الملح. فالامام سلام الله عليه لما ياكل هذا الخبز مع الملح، اذا هذه القوة منين جاية؟ من اكل؟ لا حقيقة الاكل ما يبعث قوة، لا ما يبعث قوة، وبالاخص مثل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه اللي يقف بالميادين ويكافح الاعداء وما شابه، فهي القوة اللي عنده والجرأة اللي عنده والحماس اللي عنده هذا مو من الاكل، الاكل ما يسوي قوة لا يسوي حماس، وربما ان الاكل في الحقيقة يحط من قوة الانسان، الانسان اذا مثلا ادخم نفسه ربما انه تنهار عضلاته واعصابه وقوته ويصاب بامراض شتى، وربما يذهب الاكل كثير بسمعه وبصره. لكن الامام منين له القوة هذه؟ بس متسلح بيا قوة، متسلح بقوة الايمان، قوة الايمان عند الامام ابن المؤمن جدا قوية. فالانسان ما دام مؤمن بالله ابدا ما اقوى احد يصرع بالكون، لكن متى ما سلب الايمان منه اصبح لا شيء، ومتى ما صار الانسان طماع وعانى لي بالغير تقريبا راح الايمان من عنده، الا اذا صار عينه على الله ومتكل على الله وحده. اي قضية يذكروها، يقولون اكو فرد عابد يصلي في قرية، هذا العابد الناس يصلون وراء عابد رجل مؤمن خير ناس يصلون وراء، فرد يوم اجى فرد واحد عابد يصلي خارج البلد تحت شجرة، لكن ذاك العابد اللي يصلي خارج البلد تحت شجرة كل واحد يجي يصلي وراه يعطيه دينار، تعال يصلي وراي هذا دينار، الرجل قام ياخذ حتى عائلته وياه لان كل فرد دينار، اذا واحد عنده 7 نفرات عائلته 7 دنانير، واحد عنده عائلته 10 نفرات 10 دنانير. مولانا هذا اول يوم، يوم الثاني ذاك الرجل العابد المؤمن الخير اللي يصلي في البلد لما طبل المسجد لقى نص جماعة ماكو، ثاني يوم ربع ماكو، يوم الثالث بس واحد، يوم الرابع حتى الواحد ماكو. يا بالقصة شنو شيخ؟ ما صار لنا مدة احنا نصلي وراك لا فلس ولا عالم، كل شيء ماكو، مدة احنا صار نصلي وراك حاسين منك شيء؟ ثم ديش هم صلاة الله، وهذا الرجال هم يدعو الى الله يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله واحنا نصلي وراه وبها كم قرش واحنا ناس عايزين، يا شنو يعني الدين بلاش واحد يجي يصلي؟ شيخنا احنا شفنا من عندك المده هذه، بويا اخاف هذا الدينار والدرهم وهالقضيه هاي بيها فرد بلاء، واخاف بيها حرمان، واخاف بيها غضب الله عليكم يصير، اتقوا الله ترى ما تنفع وسخ دنيا يوم من ثلاثه تروح. قالوا له والله ما ندري احنا وصخ دنيا شيء، بس اذا عندك محاججه روح لي لذاك الشيخ حاججه ونشده شوف خير هذا كاذب، ما ندري احنا، احنا ناس النظاره ناس سواد احنا ما علينا. قال زين هذا صدق الرجل العابد الخير راح،
السلام عليكم السلام. قال له شنو؟ قال له شنو عمي، رجل مسلم اعبد الله. قال له شنو تعطي فلوسه من هالقبيل؟ قال له ليش ناس محتاجه فقراء وانا اريد اساعدها وارفع مستواها المعاشي، ثم موضوع عباده ومال، ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعها. قال له انا اشك بيك. قال له شلون اشك بيك؟ قال لا اظنك الا الشيطان، فما اشوفك انسان مؤمن، وانا لازم اصارع وياك، والحقيقه ان ذلك الرجل هو الشيطان. تصور بهالصوره هذه بصوره عابد عجيب، انت الشيطان وتريد ان تغري الناس بالدينار والدرهم، انا اصارعك، اما تقتلني ويصفو الامر لك، واما اقتلك والامر يصفو لي. الشيطان ينظر نفسه طويل سمين، عرف ما بين المنكبين، قوي العضلات، وهذا العابد رايح مسكين ضعيف. قال له ما يخالف نصارع. فتصارع العبد والشيطان، فتمكن العبد باذن الله ان يفرع الشيطان. صرع، قال له انا فرعتك لازم اذبحك واخلص منك العباد، انا اذبحك. قال له شيخنا انت ما تقدر تذبحني، ولو يقدر واحد يذبحني لذبحني الانبياء والاوصياء قبلك. انا مسلط على هؤلاء الجماعة الطماعين، قاعدينهم على كل صراط، اقسمر هذا والفلف هذا وكذا، ومن كذبيات هذه عندي. لكن بوي انت شحارق روحك شيخنا، انت روحك شحاركها؟ قال له حارق روحي هالناس هاي الفقرة اللي انت مقشمرها. قال له مولانا بروح انت على رسلك وصلي في مسجدك واعبد ربك وطيع له وخلص، ولا تجيني ولا اجيك. ثم الناس اللي يصلي ورائي اللي عنده خوف الله يعوفني ويلحقك، كل ما عنده خوف الله 100% هو عارفك ولاحقني. وبعدها ما نطيك شيء، انت يوميا من الصبح من تقلب المخدة عند راسك تلقى دينارين الك، هاي كل شيء ما يريد بدالها، لا تعبدني ولا تسلم علي ولا تجيني، شو تقول؟ او دينارين الك وانت على رسلك. قال له يعني دينارين هاي مضبوطه تطيها يوهم فرد يومين ثلاثه وبطلت؟ قال لا مضبوط، دينارين لك، دينارين زينة، يومية دينار يصرف ودينار يضمه عندي. عرف مولانا فخلال سنة يصير عندك كمية، يبني له بيت، يحصل له فائدة بهالدنيا هاي الزائلة الفانية. على كل حال هذا العابد وافق الشيطان نعوذ بالله منه على هالقضية، راح إلى بيته الصبح قلب المخدة لقى دينارين، ثاني يوم هم دينارين، يوم الثالث دينارين، يوم الرابع ماكو ولا ثلاث، يوم الخامس والسادس والسابع هاي ماكو، اربعة ايام ماكو. قال زين خل اروح لشوف له سواها شهرية اسبوعية شلون ترتيب. راح قال يا بقى صار اربعة ايام، شو انت ما وديت انه؟ قال له شنو شيخنا؟ قال له مو انت انطيتني يومية دينارين ثلاث ايام صار ست دنانير عندنا وانت واعدتني وكذا. قال له شيخنا لا سويها طويلة، في التصارع تفضل، انا ما عندي مانع، حسن نصارع على نصارع. قال له يلا مو كان صارع قبل؟ قال له تفضل نصارع. فتصارع الشيطان والعابد مرة اخرى، فتمكن الشيطان من العابد فصرع. قال له انت شلون صرعتني وتمكنت؟ قال له انت كنت قوم متكل على الله والله عاونك علي، لكن هسه من شريت ايمانك بست دنانير بعد الله سلب نصره منك، قطعت بيك الاسباب، فبعد كل شيء ما لك عندي عند الله، صارت مكنت عليك بعد. حقيقة الإيمان جوهر، الإنسان لا يبيعه برخيص، الإيمان بالله والاعتزاز به، من اعتز بغير الله ذل. موضوعنا الصلاة، أن الإنسان المصلي العابد المتجه إلى الله يجب أن يتجه اتجاها كلي لا نظير له حتى يوفق، وإذا صار هكذا الله سبحانه وتعالى يوقظ الجماهير من أن هذا إنسان طيب، فيحرص ثقته وينال التوفيق ويتمكن يخدم المجتمع بهذا. وأما إذا بالعكس لا، الناس حقيقة يسمعون وينظرون ويعرفون كل شيء، ماكو شيء خافي على الناس بطبيعة الحال. هذا نوع بالنسبة للصلاة. اكو بعض الناس قد انه يصلي قلبه ينشغل في امور اخرى، ولعله هالشيء المصلي اللي بقلبه ينشغل
هذا يوم القيامة يؤتى بذلك الشيء الذي شغل به قلبه في حال الصلاة فيوضع في ميزانه. يقول له هذا شنو؟ يقول له هذا انت تتفكر به وانت تصلي. حتى لو ان الانسان يفكر بفاحشة وهو يصليها يجيبوها يمنا في ذلك الوقت اذا مات على هالنية. يعني الانسان كون اذا صلى ان يفكر بالله وحده. بعض الاخوان نقل لنا عن صديق الله يقول فرد رجل يصلي في جامع من الجوامع، يقول انا ام اجيت اركض كذا اريد اصلي جماعة، لقيت فرد واحد يصلي مفرد، قلت له شيخنا ما تتفضل اصلي هنا ويانا هاي الجماعة صلاة الجماعة تواط، انت ليش تصلي مفرد؟ قال خويا اصلي مفرد احسن لي، هذا امام جماعتكم ينفر دخن. يقول انا بعد ما اقدر احاكي رحت قمت اصلي، لان بعد ماكو وقيت الان فرغنا من الصلاة، اجيت لي اعاتبه لقيته ماكو. رحت للرجل اللي يصلي جماعة امام الجماعة، قلت له يا مولانا اكو واحد يصلي مفرد، وقلت تفضل انا اصلي جماعة، وقال روح هذا امام جماعتكم يزرع او ينفر دخن. شنو يعني هاي؟ انا هذا واي عذاني. قال بالعجل صيح لي وشوفه وين. يقول طلعت يومنا يسرى ملقيت، قلت له ملقيت. قال صدق هذا انا انفر دخن صدق مو كذب، لاني وانا راكع بحال الركوع عندنا قاع بالمشخاب لا يصير بها حوزاوي ولا يصير بها نعيمه ولا يصير بها عنبر. فكرت وانا راكع قلت السلام انفرها دخنات والله كريم. فالانسان مولانا الصلاه مو قوتره والارتباط بالله مو اعتبار، لازم الانسان يكون يفكر بالله سبحانه وتعالى بس لما يجي الى الصلاه. مثل الامام زين العابدين اذا توضا زين العابدين يصفر لونه، واذا وقف للصلاه زين العابدين ترتعد فرائصه يختل يصير بعالم اخر، حتى انه كان يصلي وغرق ابن الله في بئر الدار وصار الصياح والصراخ في البيت الى ان فرغ من الصلاه. قال له انا ما سمعت صراخنا يا ابن رسول الله؟ قال لا. قال له لي ابنك سقط قبال عينك بالبير وانت تصلي قباله ما شفته؟ قال لا، لان سمعي وبصري منصرف الى الله سبحانه وتعالى. حتى ان الامام جاء الى البئر وسال من الله ان يخرج ولده من البئر، يقول فاخذ يعلو الماء الى ان خرج ابنه سالما باذن الله سبحانه وتعالى. على كل الإنسان حقيقة إذا صلى كن يتقن الصلاة. ووعدنا أن الإنسان ووعدنا أنه نذكر لكم قصتين في أن الإنسان المصلي شريف وراقي. هذه القضية الأولى أنه أكو مصنع معمل، هذا المعمل رئيسه إنسان ملحد، رئيس المعمل فد واحد ملحد لا يؤمن بالله كافر. اللي بالمعمل كلهم مسلمون، لما يأذن أذان الظهر يتركون العمل يروحون يصلون. أنا فد يوم يجي لقى العمل ماكو واقف ودول يصلون انقهر جمعهم، وهو ينطي لكل عامل بالسبوع 7 دنانير. قالوا ما يسمعوا، اذا صار وقت الصلاة باكر مال الظهر اللي يصلي منكم النقص دينارين بهالسبوع نطيب بس 5 دنانير ونطرده من العمل، واللي ما يصلي احنا نثبته بالعمل وراس السبوع نطيه 10 دنانير. غير هاي ما نقول مفهوم؟ راح هذا الرجل جماعة قالوا احنا راح نثبت بالعمل وهم راح 3 دنانير زيادة نحصل، ثم مو شرط الصلاة إلا الظهر، خلي منا خلص بعد الظهر وروح نصلي بيوتنا العصر. جماعة آخرين قالوا لا والله دينارين في سبيل الله احنا مريتن، ثم هذا يفصلنا من العمل، بلكي الله يشوف لنا عمل أحسن من هذا العمل وأروع. الله كريم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حتى انه يوم الثاني اجى هذا صاحب المعمل شاف قسم يصلون وقسم ما يصلون، الى ان صار وقت الاسبوع جمعهم قال منه اللي صلاة
صلى ومنه اللي ما صلى، اللي ما صلى يصيرون بجانب، واللي صلى يصيرون بجانب، سمعوا كلامنا يصيرون بجانب، واللي ما سمعوا كلامنا يصيرون بجانب، اللي واظبوا على صلاته صاروا بجانب، اللي ما واظبوا صاروا بجانب. صح للي ما سمعوا الكلام يعني واظبوا على الصلاة، صح لهم تعالوا أنتم ثابتون بالعمل، أنتم بالعمل ثابتين، أصلا ماكو واحد يقدر يقولكم وطلعوا. ثم هاي عشر دنانير، عشر دنانير منا وصاعد أسبوعيا. أنتم يلي ما صل يلي ما صليتوا وسمعتوا قولي ما أطردكم من العمل، لكن إذا توافقون بالسبوع لكم خمس دنانير. أهلا وسهلا. قالوا لي ليش؟ إحنا اللي سمعنا كلامك وطبقنا قولك ورضينا بحديثك تطردنا وتقطعنا، وذول اللي عصوك تنطيهم. قال لهم ذولا افضل واشرف منكم، لان انتم خنتوا دينكم وذولا ما خانوا دينهم، واللي خانوا دينهم 100% يخونون المعمل، واللي ما خانوا دينهم 100% راح يخافون من الله ويتقنون العمل. لان الانسان اللي ما عنده صلاة وما مرتبط بالله وما عنده خوف الله شي هم اذا يحدث بالاعمال يخربط ويغيش وما ينصح ويخربط المعمل وكل شيء يسوي، لأنه مو مرتبط بناموس رباني، ما عنده ارتباط بالله سبحانه، ما عنده خوف من الله جل جلاله. على كل حال، وتوفق المصلون الذين هم واظبوا على صلاتهم في وقتها، وإن كانوا لا يصلون لكنهم على الأسف طمعوا وسمعوا قول هذا الملحد، هذا هو، ويخسر كل من يسمع قول ملحد. هذه قصة. القصة الأخرى، ذكروا أن رجلا من المسلمين هذا سافر في أوروبا، هذا يريد يطير بالطائرة من بلد إلى بلد، الأجرة بين البلد اللي بيه هو والبلد الثاني 50 دينار بالطائرة، أوقاف مذكرة ومنطل 50 دينار، وصار وقت ان الناس يصعدون في الطائرة وصعدوا الناس، لكن بالوقت اللي الناس يردون يصعدون الطائرة صار اذان الظهر، صلاة الظهر. قال فين علم يصعدون وكذا، خل اصلي. فهذا فعلا مد عباته وقال يصلي. هناك بذاك المكان يقولون الموضوع مضبوط، يعني اذا فرد واحد من الجماعة اللي هم مسجلين بالطائرة متأخر لازم يعرفون سبب تأخره يلا طير الطائرة، انهم بطل ما يجي كذا، واذا موجود شوية متأخر يشوفون الويش يلا طير الطائرة. حسبوا فرد واحد اجوا لقوا يصلي، هذا قالوا ايش جاي تسوي انت؟ قال لهم انا اصلي. شنو تصلي؟ قال صلاة لله سبحانه وتعالى. شنو انا مسلم؟ الله ربي ومحمد نبي وديني ومرني بالصلاة، وهي الصلاة بها اصلاح وبها خدمة للمجتمع البشري، وصلى ايش فواته وايش فواته؟ قالوا له بابا ما يخالف، دخلنا الساعة صلاتك ويلا قوم، لان الناس ينتظرون وشي، هذا ما يصير انه الطائرة تتأخر ابدا. قال لهم انا حقيقة خلصت صلاة الظهر مع صلاة العصر، فرق ركعتين وانسان مسافر فد شوي دقيقتين. قالوا له ما يصير ولا دقيقة. قال لهم انا هم ما يصير الا ان اصلي. هذا الرجل حقيقة مو فرد واحد غفير، لا، لان اكو بعض الناس شوية ديانة طوخ وشوية واحد ديانة طوخ وزايد يعني متدين لعله يصير غثيث فرشي عن زايد بيفرد غثة، لكن لا، هذا الرجل يريد أن يعلم الناس ارتباط المسلم بدينه وإسلاميته، والذي يعرفهم احنا شلون الناس نعم مرتبطين بصلاة وما شاب، يعني هادف في هذا المعنى. قالوا له مو انت راح ال50 دينار تروح منك وتروح الطائرة. قال ال50 دينار هي من الله، ثم انا اصلي لله الله يعوضني ينطيني غيره، لكم هاي ال50 دينار. حقيقة حتى مدير المحطة اهتم، هو اجى هذا المدير الى شاف هذا يصلي ومصر وصلى والله اكبر وراح، راح مدير المحطة الى الطائرة قال ايها الركاب ان في المطار رجل شخصية لامعة فد كبير محترم، لا نتمكن ان نعتذره الا ان نؤخر الطائرة حتى يقدم. صار هاي الناس ظلت عيونها بالباب يشوفون من هذا الشخصية الكبير، حتى بالاخير جاء رجل بسيط عادي صعد الطائرة. بعض الناس يقولون تمنين كذا، شنو امير وزير رئيس شنو هذا؟
قالهم لا انا رجال اديت الصلاة في المطار لله سبحانه وتعالى لا اكثر ولا اقل. شلون اصبح هذا؟ اصبح شخصية وفذ لامع كبير لانه ادى الصلاة لله سبحانه. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اما الانسان اللي ما يصلي فالمشكلة يعني حقيقة. بعض الاحاديث اذا اريد نذكرها لبعض الاخوان في موضوع اللي قاطع للصلاة واللي ما يصلي ربما انه مشاكل. بس يريد اقول ان على الناس انه ان شاء الله يرتاحون لهذا الحديث. وهذا الحديث هو حديث الصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من احرق 70 قرآنا وزنى 70 زنية وقتل 70 نبيا بباب الكعبة هو اهون ذنبا من قاطع الصلاة. انسان يقطع الصلاة شيء عجيب غريب. هيش الانسان اللي يقطع الصلاة لانه بعض الناس بناهم الصلاة الركعتين في امان الله ما يدرون مفعول الصلاة شنو. يا اخوان مفعول الصلاة امان، خير، امر بمعروف، نهي عن المنكر، اخر الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. انا الانسان المصلي والا مو بعض المصلين تشوفه مثلا يصلي ويكذب، يصلي وينافق، يصلي ويشهد شهادة الزور، هذا هيك هو صلاته هيك. لا، بعض الناس كانت مولانا انه يسوي استغفر الله وسبحان الله ويسبح من القبيل، لكنه بدال ما يقول سبحان الله يسوي الوحك انا لك. اكو قسم من الناس، احنا مو يم هذا العالم، احنا الانسان مصلي صلاة صحيحة. اكو بعض الناس لا صلاته مخربطة، خربطة. يقولون اكو معركة صارت بين قبيلتين. القبيلة الظافرة رئيسها أخذ يصلي، رئيس القبيلة الظافرة قام يصلي، عشيرته إجوا وهو يصلي قالوا له أخلينا بيوتهم، البيوت شو نسوي لها؟ وهو يصلي أخرج من جيبه شخاطة وأعلق العود وهو يصلي، بمعنى أحرق بيوتهم وهو يصلي. هذا انفرد واحد يصلي ميت الصلاة ولا على هذا النمر. الإنسان المصلي انه مصل بكل ما لهذه الكلمة من معنى، متصل بالله سبحانه وتعالى اتصال واقعي اتصال روحي. هذه كلمة بمشتقاتها ذكرنا من كلام لقمان: ان اذا وقفت على الصلاة حضر شنو قلبك. الكلام الثاني: ان اذا جلست في مجلس احذر لسانك. موضوعي انهي في هذا الكلام الثاني والكلمات الست الاخرى ان شاء الله نذكرها في مجلسنا القادم بما لها من تفصيل ومشتقات، وما في هذه الكلمات من فوائد، وما تحت طيها وجناحها من خير نافع لهذا المجتمع. احنا الان بامكاننا نتكلم عن المجموعة الشمسية والقمر بعد عن الارض كثر، وليش يصير هذا الخسوف وشنه اللي يحول بين الشمس والقمر، والشمس بيا فضاء تسبح والقمر بيا مكان من الفلك، وشلون ترتيباته. لكن يا جماعة ما نستفاد شيء. الواقع احنا اذا عرفنا القمر وين والشمس وين والمجموعة شلون والمجرة كذا وكوكبة نبتون اللي اكبر من ارضنا ب400 مليون مرة، اصور مولانا اذا عرفناها هذه واحنا نكذب ونزني وننافق ونقامر وبعضنا يقتل بعض وبعضنا يتهم بعض، ماكو فائدة بمعرفة الكواكب ونحن في هذا الحال. صور. لكن احنا اولا علينا ان نفهم الاسلام فهما عادلا صحيحا، والفهم اللي نعرفه من الاسلام انه قبل كل شيء شد الروابط الاجتماعية. محمد صلى الله عليه وآله ما بين الاحكام وعرف عن الاحكام الا بعد ان حصل على مجتمع خير مترابط متفاني في سبيل الاسلام يتلقى الاحكام برحابة صدر. طبعا تشوف بعض الناس ما يتقبلون الاحكام الاسلامية. ليش ما يتقبلونهم؟ لان شد اواصر ما اكعتهم ومعرفة بالروابط الاجتماعية ما اكعتهم. احنا اليوم مشكلتنا هذه اللي نعيشها ونتألم منها. بعض الأصدقاء يقول بوي الرجال مو يسمن من الأكل لكن يسمن من ابنه. فرد واحد يأكل ويشرب ليل ونهار
هذا مو داعي من دواعي السمنة، وإنما الداعي من دواعي السمنة الأذن. إذا منا يسمع كلام طيب ومنا كلام حسن ومنا أخلاق ومنا إنسانية ومنا معروف ومنا مروءة، واليوم سمع تعاون بين فلان وفلان، واليوم سمع محبة عند فلان وفلان، واليوم سمع رحمة عند فلان، واليوم كذا، هو جاي يشوف نفسه يعيش بأمان وبخير وبرحمة، ما يخاف، راح هو بعد قلبه يفرح ويتفرغ، وراح هو يثمن بطبيعة الحال. لكن إذا يأكل ويشرب الخوف الخوف الخوف، لا أمان لا أخلاق لا إنسانية لا معروف لا إنسانية لا توئدة لا شنو يعني لا تفاهم، بس يلا كذب وغيبة ونميمة وش ما يصير. فالصلوات على محمد وعلى محمد. حقيقة أنا أقول هذا الشيء يعني مو في مكان معين أو في بلد معين، لا بكل مكان هذا الشيء. ليش احنا صرنا هالشكل؟ صرنا هالشكل لأن نظرتنا مو للسماء، صارت نظرتنا للأرض. ولما كان المسلمون نظرهم إلى السماء كانوا في خير، ولما صار نظرهم إلى الأرض وتركوا نظرة السماء فاتهم خير الأرض وخير السماء. الوقت يا بني، وإذا جلست في مجلس أحضر لسانك، دير بالك، يموت الفتى من عفرة بلسانه ولا يموت الفتى من عفرة رجلي. احفظ أخوانك بالغايب، متسلمهم، لأن ثق واعتقد ما من كلمة تتنفس بها ضد صديقك ضد أخوك بالدين والإسلام إلا ويصل إليه الكلام، ما في إشارة نهاية. فإذا كان الشكل أنت لازم تتكلم بالطيب، تتكلم بالحسن. وإليكم هذه القصة، وهي قصة مثل وحكمة، العاقل يعرفها حكمة والجاهل يعرفها مضحكة. وبها ولله موضوعنا. هذه حقيقة قضية حكمية، ولعله حتى الأطفال هم قاريها، لأن أنا أتذكر أنها موجودة حتى في الكتب الابتدائية القصة هذه. يقولون مرض الملك ملك الحيوانات وهو الأسد. الأسد صار مريض، عادت الحيوانات كلها، فالثعلب ما يجن، كان مجهول مريض كذا وضعه متخربط. اكو ذئب يكره الثعلب، هو قائم بخدمة الاسد قاعد وياه. هذا الذئب اغتنم فرصة، قال ما طول ما اجي خل اترس اذن الاسد عليه. قال له بلغني ان الثعلب يقول اذا مات الاسد انا عندي قوة انه اتمكن ان احكم هذه الحيوانات. ثم شنو الاسد بعد ما بي فرتشارة وفائدة، صار مريض مخربط يشد في قوله كبران. حقيقة غلظ قلب الأسد، لأن الكلام إذا يصل بخشونة للإنسان، إن القلوب إذا تناكر ودها شبه الزجاجة فدعها لا يشعب، لكن لعن الله من يغلب القلوب. زين، أكو ذاك صديق للثعلب قاعد سمع هذا الحديث، بلغ الثعلب. الثعلب بطبيعة الحال هو على جانب من الحيلة، يعرف حيال. راح الثعلب وصاد بطة، جاب البطة ودخل على الأسد، السلام على مولاي الأسد. الأسد زعلان غضبان، الذئب كان قاعد، قال لا تغضب علي، لعلك قلت لماذا تأخر عن عيادتي هذه المرة، ليش ما عادني؟ أنا أدرب أول ما تمرضت، لكن ما حبيت أزورك مثل الباقين اللي زاروك بس مرحبا وفي مان الله ودار وجه وراح بدون فائدة. انا بمجرد سمعت انت مريض رحت انا الى الاطباء استقصي دواءك اللي بتشافه. فطبيب صديق الي اوصف لك هذه البطة ان تاكل لحمها وتستخرج مرارتها وتخلطها بدم ساق ذئب ثم تشربه فانت تتشافى من وقتك وساعتك، وهي ذا البطة. الأسد حقيقة ما شك في هذه القضية، الأسد قوي، التفت إلى الذئب صديقه قاعد يمه، وبطبيعة الحال الصديق يصير أحن من البعيد، يابا تعال يمي لا بعد هاي ساعة الشدة وساعة الأخوة، والصديق يعرف بالضيق، بالله شوية مد رجلك. على كل حال ضرب رجله كسرها وأخذ دمها، والذئب المسكين طلع يسحب رجله، حتى أن الثعلب استأنس عند الأسد، والأسد شكره وودعه لما خرج.
فمر الثعلب على الذئب وجده يئن من كسره. قال له: نعم هكذا يئن الذي لا يحفظ اخوانه بالغيب. دير بالك بالغيب، احفظ اخوانك، احفظ ابناء جنسك، ابناء لحمتك، لان خيرهم اليك يعود وشرهم عليك. لازم انت تدير بالك. على كل حال خلوا كل ما بكلامنا من معنى هو وصية بالتقوى والإحسان والخير والمحبة والتوئدة، لأنه وراء الإنسان حقيقة قبر وموت، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ما يزين الرجل؟ الإمام الحسين يقول للإعرابي: ما يزين الرجل؟ قال: علم معه حلم. قال: فإن أخطأه ذلك؟ قال: مال معه مروءة. قال: فإن أخطأه ذلك؟ قال: فقر معه صبر. قال: فإن أخطأه ذلك؟ قال: إذا صاحقة تنزل عليه من السماء فتحرقه. الإنسان لا علم ولا حلم، مال مروءة ماكو، فقر صبر ماكو، كل هذا ماكو، حلم ها حلم ورع ماكو، إذا صاحقة تنزل عليه من السماء فتحرقه. فتبسم الإمام الحسين وأعطاه خاتمة قيمته 400 درهم، وقال: عد علينا فإننا لا نقطع صلتك. بعد أن أعطاه مالا، هذا الرجل يعود في السنة الأخرى ويفرق باب الحسين ويقول: لن يخيب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، إلى آخر قوله. الإمام الحسين التفت إلى قنبر، قال: كم بقي من مال الحجاز؟ أبو علي كريم سيد الشهداء قال: كم بقي من مال الحجاز؟ قال: 4000 دينار. قال: هاتها. فنزع الامام الحسين سلام الله عليه بردة الله ولف 4000 دينار واعطاها للاعرابي وهو يقول: خذها واني اليك معتذر واعلم باني عليك ذو شفقة. فبكى الاعرابي. قال: اخ العرب، هل انك استقللت المال؟ قال: انه مال كثير يا ابن رسول الله، ولكن بكائي على هاتين الكفين السخيين كيف يغطيهما التراب؟ قال له: نعم هكذا يشاء الله، كل نفس ذائقة الموت. الاعراب يمضي ويأتي في السنة الاخرى على عادته. دخل المدينة واقبل على باب الحسين ووجد ذلك الباب العريض الرحب مغلوق. يقول: في الوقت اللي زينب مقيم العزاء على ابي عبد الله سلام الله عليه، الاعرابي وقف وطرق الباب، امرأة على الباب واقفة: من الطارق؟ قال لها: انا اريد الحسين. المرأة مضت الى زينب اخت الحسين، قالت لها: سيدتي هذا اعرابي واقف على باب الدار يقول انا اريد الحسين. ثم انا بعد ما اقدر اكلم حيث العبرة تكسرت في صدري. زينب اقبلت اليه قالت: ما عندك اخ العرب؟ قال: سيدتي هذا الكلام ما سمعته منكم سابقا، وانتم لا تقولون للذي يطرق بابكم ما تريد. انا هالمدة اجي ادخل بهالباب، هذا الباب للجائع، للعاري، للظمآن، لكل انسان هذا الباب مفتوح، بهالمرة مغلوق. الواش يا سيدتي خبريني. ثم انا ادق الباب، انت تقول لي ليش تريد؟ انا ما كان واحد يقول ليش تريد، انا وافد على الحسين اريد مولاي الحسين. والله شلون حال زينب يصير في هذه الساعة؟ تقول للحسين عليه السلام، تقول له: خويا لا مليت لا مليت الوج ولازم الباب. زينب الله يساعدك يا ام المصاعب، تقول للحسين، تقول له: خويا لا مليت الوج ولازم الباب، وكل سايد يحسير طبعا على باب دار الحسين، ويلا يساعدها ام المصائب. قالت لها: اخ العرب شو تريد؟ يقول: اريد الحسين، انا لي عادة على ابو علي كل سنة اجي اريد عادتي. زينب شو تجاوبه؟
قلت له اخي العرب ان الحسين غائب، الحسين مو موجود. قال لها اين ابو الفاضل؟ لا ربيع الحسين طالع برا مسافر كذا. العباس وين اخوه؟ قلت لها مو موجود. علي الاكبر وين؟ علي الاكبر ابن الحسين الى محل ضيافه خاص والى وفود خاصين. علي الاكبر وين؟ قلت له مو موجود. القاسم وين؟ ابن الحسن هذا هم مو موجود. فلان فلان. قال يا سيدتي اهل بيتي يغيبون كلهم فرق غيبه ما يصير، لازم اكو واحد منهم موجود. قالت له والله ما منهم من هو موجود. قال لها اذا ابقى يوم ياتي الحسين باكر يجي الحسين؟ قالت له لا ما يجي. يومين اظل يجي الحسين؟ قالت له لا. قال سيدتي لو ابقى اسبوع ياتي الحسين؟ قالت له لا ما يجي الحسين. قال زين مو انا مطلوب وموعد على راحتي للحسين وردت ثم عندي امور انا كلها موعد عليها للحسين. زين اظل شهر يجي الحسين؟ قالت له لا ما يجي بشهر. هذه هنا الاعرابي اوجس في قلبه خيفة. قال سيدتي لو اظل فر الشهرين ثلاثة بعد يجي الحسين اروح واجي فر الستة اشهر يجي الحسين؟ قالت له لا يا اخي العرب الحسين ما يجي. قال اخبريني اذا ما صنع الزمان. الزمان سوى بسادتي. اخبريني سيدتي زينب. هنا زينب خاطبت الاعرابي تقول له ماجور ماجور يا لتنشي على حسين ورتبك يا لترشد على البيت. والله غدا الوافد وذاك العهد ويا يا نخوي القفت بكلب نرهيب يا اذا نغني تفد علي وحسينا واراد الانصراف. لكن زينب اخت الحسن والحسين كريمة قالت له هذا البيت ما قصده قاصد ورجع خائف قفلي هنيئة. فاخرجت له حقد من الجوهر وقالت خذه هذا بقية تركها لنا اهل الكوفة. خذ هذا العقد. ثم صرب زينب وصتب الوصية هذه يقول لا رد الهلاك يا الوافيد. وصتب الوصية رد الهلاك يا الوافيد لا تل تخبر الوفاد. قلهم يا بسواد السيال منكم لا تجرواك. قلهم صيف المرضى نخلة وشخة من الزاد. شف الجال غاطيكم ضم تراب وغطى. اما زينب رجعت الى الذات اخذت تخاطب الحسين تقل دارك دارك خوات تنيلت والعمر دارك وشف الموت مدري شلون دارك يا اخوي شلون طب يا حسين دارك شلون اسكن وهي وحشة وخلية. بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. يا الله هذه الليلة ليلة الجمعة ارفعوا ايديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا 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 دعاه ويكشف السوء. يا الله إلهي شافي كل مريض. اقضي حاجة المحتاجين. يسر أمر كل ذي أمر متعسر. يا الله ارزقنا حسن العاقبة. ايد علماءنا
وفقنا يا الله، آمنا يا الله. أخواني الحاضرين والسامعين والمؤسسين والغائبين، اللهم وفقهم جميعا إلى أماتنا وأماتكم وإلى من مات عليه.